إذا قلنا إن العبادة تحرم عند القبور المراد من ذلك ما لم يأتي بها نص، أما ما جاء بها النص فإننا تبع للنص، سمعنا وأطعنا. ومما جاء في ذلك زيارة المقابر لا للانتفاع بهم وإنما لنفعهم، الواقع الآن أنهم يأتون إلى المقابر للانتفاع بأهل القبور، والشريعة إنما سلت عبادة ينتفع بها أهل القبور لا أن ينتفع بها الزائرون. فمن هذه العبادة زيارة القبور من أجل أن يدعى لهم، وبالتالي فإن زيارة القبور نوعان، زيارة شرعية وهي التي يقصد منها نفع أهل القبور بالدعاء لهم، لنفع أهل القبور بالدعاء لهم ولنفع نفسك لا بذوات القبور وإنما للاتعاظ، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم والترمذي: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، تذكر الآخرة، فإنها تذكرة، روايات متعددة في هذا. النوع الثاني زيارة بدعية شركية، وهي أن تزار القبور من أجل أن ينتفع بهم أو أن يعبد الله عز وجل عندهم. ومما ورد الصلاة على أهل القبور لمن لم يصلي عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري وغيره لما افتقد تلك المرأة التي تقوم المسجد قال: دلوني على قبرها، سأل عنها فقالوا: إنها ماتت. قال عليه الصلاة والسلام: ألا آذنتموني، يعني علمتموني؟ قالوا: إنها ماتت بالليل، فخشينا أن نوقظك يا رسول الله. فقال: دلوني على قبرها، فجاء فصلى على قبرها. هذه من العبادة التي تجوز في المقابر امتثالا بأمر الشرع. وأما ما عداها من قراءة القرآن قبل الدفن أو بعد الدفن أو الصلاة في غير ما استثنى الشرع أو الذكر أو الدعاء أو الصدقة، فإن هذه أمور محرمة، ليس كما يظن البعض تعقيدا أو عادة ورثناها ممن سبق أو تقليدا لمن سبق أو تعصبا لما يقال إن هذا من قول الوهابية، ولا نصف أنفسنا بأننا وهابيون، نحن على ملة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو معتقد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل كما سيأتي معنا: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،